اول ما بدات اللي اسمها مشيره دي تستفزني وتعصبني وتوقع بيني انا وابويا، صوتك رن في وداني. افتكرت لما قلت لي خليك هادي وما تديهاش فرصه تعمل كده. طب كويس، على الله بس اللي انت عملته ده يجيب فايده. طبعا اول مره في حياتي احس ان انا انتصرت عليها. يا سلام يا كارما، لو شفت وشها هتتجنن ان انا هادي وراسي كده وبكسب رضا ابويا بجد. طب هايل، انا حاسه اللي انت عملته ده خطوه كويسه قوي، ولو استمريت على كده هتقدر توقف اللي اسمها مشيره دي عند حدها. ما هو كله برضه بفضل نصايحك. بفضلي انا؟ تصدق بالله انا مبسوطه جدا، مبسوطه علشانك ومبسوطه عشان انا كمان. حاسه ان انا اول مره في حياتي كده اعرف افكر كويس واحسبها صح. عقبال بس ما اقدر اساعد نفسي انا كمان واحل مشاكلي. هو انت بس لو تديني فرصه ان انا اقف جنبك واساعدك زي ما عملت معايا. انا ما عملتش حاجه، حضرتك يا استاذ اكمل انسان طيب ومحترم جدا، ويمكن ربنا حط الكلمتين دول على لساني عشان تقدر تقف قدام الكمين اللي عامله لك اسمها المشيره دي. يعني برضه مش عايزه تتكلمي ولا تحكي لي؟ قوم اعمل لك حاجه تشربها. لا مش عايز حاجه. ممكن حضرتك تغيري هدومك يلا عشان نخرج. نخرج نروح فين؟ نعمل التحاليل اللي طلبها الدكتور. مش عايز اسمع منك رفض خالص في الموضوع ده. لا بس انا خلاص بقيت كويسه والحمد لله. معلش عشان خاطري، عشان نطمن بس، ان شاء الله التحليل هتطلع كويسه. وبعدين يا ستي، بصفتي انا صاحب الشركه اللي حضرتك شغاله فيها، من حقي ان انا اطمن عليكي برضو، عشان لما تبقي كويسه وزي الفل ما تتحججيش ان انت تاخدي اجازات. ايوه انا كده فهمت، يعني كل واحد بيدور على مصلحته مش كده؟ هتعتبريها زي ما تعتبريها. يلا يا فندم اتفضلي غيري هدومك بسرعه عشان مستنيك هنا. ماشي حاضر يا سعاده المدير. بعدين اتفضلي.